الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. حدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر ها وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن أبي عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. قوله طوبى فعلى من الطيب، طوبى للغرباء فعلى من الطيب، يعني حسنى لهم وأمر طيب لهم. والعرب تقول طوباك وطوبى لك، وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين، وقال عكرمة: نعم ما لهم، وقال الضحاك: غبطة لهم، وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا، قال إبراهيم: خير لهم وكرامة. قال ابن عجلان: دوام الخير. كلها أقوال متلازمة متقاربة. وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. والحديث بأن طوبى شجرة في الجنة حسنه الشيخ الألباني، لكن في إسناده مقال. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، الحقيقة ليست متعارضة أصلا، فإن من كان له الخير كان له الحسنى، وكانت له قرة العين والفرح، كلها معاني متقاربة. ومن دخل الجنة فله كل ذلك، وله فيها الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بين المسجدين، أولا قوله يأرز إلى المدينة، يأرز هذا هو المشهور. وقال أبو الحسين بن سراج: يأرز لا يأرز. في رواية: أرز، أو حكى القابسي أرز، ومعناه ينضم ويجتمع. يبقى هي المشهور يأرز ومعناه ينضم ويجتمع. وقيل في معناه غير هذا مما لا يظهر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين المسجدين، أي مسجدي مكة والمدينة، يعني الحرمين الشريفين، حرم المكي والحرم المكي والنبوي، مسجد مكة الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فإن الإيمان يزداد زيادة عظيمة عند أهل الأرض بتواجدهم في هذين المسجدين. وورود الإنسان في هذه الأماكن من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وأهل الإيمان يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها في هذا المكان، رغم يعني اضطهادهم في المشارق والمغارب، فإنهم يأتون هذه أماكن ليزدادوا إيمانا، لأن الإيمان هناك مجتمع، وأهل الإيمان يتلاقون هناك أيضا، وهي مصدر الخير العظيم في المشارق والمغارب. فمن هناك يعني يبدأون يعني
أعمالهم التي فيها زيادة إيمانهم، ومن هناك يعني تتطهرون من ذنوبهم ويعزمون على أنواع الخير المختلفة. قال أما معنى الحديث، قال القاضي عياض رحمه الله في قوله غريبة: روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله أن معناه في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم. وهذا هو فعلا ظاهر الحديث، وليس أنه خاص بالمدينة فقط، وأن الإسلام بدأ في أحد الناس، في أحد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال أو الاختلال، حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ. معلوم أن المسلمين يزدادون كثرة، ولكن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بدأ بالفعل وهو الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فعلا أصبح في قلة من الناس الذين يلتزمون به ويؤدون فرائضه وواجباته في الأرض آحاد من الناس وقلة. وأكثر الناس ربما انتسبوا إلى الإسلام ولم يلتزموا به، وسيزداد الأمر قبيل القيامة إلى أن يكون عدد المسلمين أنفسهم قلة قبيل القيامة، إلى أن تأتي الريح الطيبة كما سأتي في الباب الذي بعده في قبض أرواح المؤمنين. قال: وجاء في الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل. قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هاجروا أوطانهم إلى الله تعالى، وذلك أنهم كانوا أحادا في أول الهجرة، وسيكون الالتزام في آخر الزمان كذلك أحادا من الناس، يعني ينزعون ويتركون قبائلهم وأوطانهم وشعوبهم في سبيل الله عز وجل. قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. قال القاضي: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يأرز إلى المدينة، معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة. قال القاضي: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يأرز إلى المدينة، معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجرا مستوطنا، وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سروج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي والله أعلم الصواب. يعني الاعتراض يعني على قوله يرحل إليها إلى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو الصواب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا يرحل لمجرد زيارة القبر، بل زيارة القبر تأتي تبعا لزيارة المسجد. ثم قوله: والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فالصحيح أن المشاهد لا يتبرك بها، وإنما يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم إن ورد منها شيء. ومعلوم أن أنه الآن لا توجد آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد شيء منها، وإنما هي الأماكن التي كان صلى الله عليه وسلم يعيش فيها، وأما المنبر فغير موجود الذي كان يخطب عليه، وكذا الجذع، وكذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو ملابسه أو ملابسه، كل ذلك ليس موجودا هناك، فلا يصح القول أنه يسافر للتبرك أو يشد حل التبرك بمشاهده وآثاره غير موجودة، وآثار أصحابه لو شرع التبرك بها على الصحيح، فالصحابة لم يكونوا
يتبركون بمثلا الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو في أماكن الغزوات، وإنما كانوا يتبركون بالآثار، العرق، الشعر، الوضوء، الملابس وما سوى ذلك. أما التراب الذي مشى عليه مثلا فلم يتبركوا به، والأماكن التي جلس فيها لم يتبركوا بها. وتركهم لذلك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الترك هو السنة. وأثر عن ابن عمر وحده أنه كان يتمسح بالمنبر، وهذا جمهور أهل العلم يرون عدم مشروعيته لأنه لم يره جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وقد زال هذا الأمر أيضا لزوال المنبر وعدم وروده. فأما الصحيح أن المدينة بالفعل لا يزال يأتيها كل مؤمن لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة هناك، وكذا زيارة بيت الله الحرام للحج والعمرة، وهذا من البشارات العظيمة الدالة على بقاء مكة والمدينة محلا للإيمان والإسلام. هذا دليل على أنها لم ولن تتحول إلى دار كفر أبدا. وأن الكفار لن يظهروا على هذه البلاد مهما فعلوا ومهما أرادوا، والله سبحانه وتعالى يقيد لها من خلقه من يدافع عنها، فإن لم يكن البشر فالله يقيد الملائكة، كما ثبت في حديث الدجال أنه على كل نقب من أنقابهما مكة والمدينة ملائكة يحرسونه. لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة لأن الملائكة تحرسها على كل ثغرة من الثغرات، وإنما يضرب بجنوده خارج المدينة وخارج مكة كذلك. ولا يدخلها أصلا، بل ترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج منها كل منافق ومنافقة. وهذا دليل على أن ظهور أهل البدعة على بلد ما حتى ولو كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون، أن ذلك لا يجعل البلد دار حرب وكفر طالما يعني ظلوا ينتسبون إلى الإسلام، ولو كانوا في عقائدهم في الحقيقة يبطنون كفرا، فلا يظهر كافر معلن بكفره على مكة والمدينة. نقول ذلك لأن مكة والمدينة قد ظهر عليها الباطنية مدة من الزمن، وخطب فيها لملوك الدولة العبيدية مدة من الزمن، وكذا بعض القرامطة ظهروا على مكة وفعلوا بها فتنة عظيمة منذ نحو 1000 سنة وأكثر، ومع ذلك فلم تزل مكة والمدينة دار إسلام ومحلا للإيمان، وإن الإيمان يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فدل ذلك على ما ذكرنا من أن البلد التي يعلوها أهل البدع المنتسبين الإسلام لا تتحول إلى دار كفر، خلافا لما نقله البعض مثلا من أن مصر والقيروان والبلاد التي كانت تحت سلطان الدولة العبيدية أنها صارت دار ردة باتفاق العلماء. الكلام ده ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، وهو كلام غير سديد، وهذا يعني نوع من الاجتهاد، لكن في يعني الصحيح الذي دلت على إدلة أنه ليس بصحيح، بل نقول ليس بصحيح. وقد ذكر العلماء أن دار الردة إذا ظهر المرتدون المعلنون بردتهم عليها أو الكفار المعلنون بكفرهم، وأما أن يكون أهل البلد على الإسلام وغلب عليها أهل بدع أظهروا الرفض مثلا أو غيره من أنواع البدع كالكفر أنواع الكفر المعاصرة كالعلمانية وغيرها، فهي وإن كانت تحتاج إلى إزالة هذا الكفر وتحتاج إلى جهاد لإعلاء حكم الإسلام فيها، إلا أن ذلك لا يعني أنها صارت دار كفر بالكلية، بل يجتمع فيها المعنيين، لأن ما انطبق على مصر في ذلك الوقت انطبق على مكة والمدينة، وكما ذكرنا هي لا تتحول إلى دار كفر أبدا ولا تتحول إلى دار ردة، وإنما يعني تحتاج إلى إزالة أهل الكفر الذين غلبوا عليها في حقيقة أمرهم، أهل الكفر في حقيقة أمرهم،
ولكن لا يظهر على مكة المدينة كافر معلن بكفره، لا يمكن الله عز وجل الكفار من هذه البلاد بأي وسيلة من الوسائل. ومن معاني البيت العتيق أن الله أعتقه من الجبابرة، وهو معنى ثابت أن الصحابة دمه. فلذلك نقول أن ذلك لا يقع، ومهما حاول الكفار أو راموا أن يأخذوا هذه البلاد فهذا مستحيل لا يقع شرعا وكونا بإذن الله تبارك وتعالى. تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم كما تألز الحية في جحرها أو إلى جحرها في الوقت الأخرى دليل على أن الإسلام سيطارد في آخر الزمان، وأن الكل سوف يطاردون كما يطاردون الحية، وربما لم يجد الإنسان المؤمن مكانا يعني يعيش فيه بإيمانه إلا المسجدين، إلا في بلاد المسجدين، أو يعني يكون مكانا آمنا يعيش فيه بإسلامه. وإن كان ذلك لا يعني أن يزول الجهاد من الأمة، فإنه لا تزال عصابة من الأمة تقاتل عن هذا الدين حتى تقوم الساعة، ولكن المقصود أن من يطارد سوف يجد مكانا آمنا في الجملة هناك بإذن الله تبارك وتعالى، يعبد الله عز وجل فيه. ويعني قد كان ذلك في كثير من الذين يعني اضطهدهم الكفار في بلاد متعددة، وكان يعني بقاؤهم في بين المسجدين كان من أسباب يعني بقائهم على الدين والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. قال أما معنى الحديث النووي فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق كما جاء في الروايات الأخرى، وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة. قد تقدم قريبا في باب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بيان هذا. والجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. وجه الجمع هو يوم القيامة إلى قرب يوم القيامة، وهي أشراط الساعة الكبرى، إلى أن تتم هذه الأشراط وتأتي هذه الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فهذا يدل على قرب الساعة جدا. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم على أحد يقول الله 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 هو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلط بعض فيه بعض الناس فلا يرفعه. واعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي عياض وفي رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم. وليس في الحديث دليل على جواز الذكر باللفظ المفرد كما قد يحتج به البعض أنه يصح أن يقول الله الله، فإن الرواية الثانية توضحه، رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله. ومن كان يقول لا إله إلا الله فهو يذكر الله، وأما إذا الحديث ينفي وجود من يقول الله الله سبحانه وتعالى، وليس في ذلك مشروعية أن يقول مجردا الله الله من غير جملة مفيدة، فهذا لم يرد في كتاب ولا سنة. والحديث كما ذكرنا ينفي أن تقوم الساعة على أحد يقول ذلك، ومن يقول لا إله إلا الله فهو يقول الله. فالرواية الأخرى توضح أن المقصود بذلك يقول لا إله إلا الله، وهذا آخر ما يفقد من الدين، كما في حديث حذيفة يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صوم ما صلاة ولا صوم ولا صدقة، غير أن قوما يقولون لا إله إلا الله سمعنا أباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها. وقال صلى وما تغني عنهم لا إله إلا الله فقال تنجيهم من النار. وسبحان الله هذا الأمر يعني ليس ببعيد، بل قد وجد في بعض البلاد في زماننا، بلغني يعني بعض الإخوة أن
ربما بعض الناس من أهل الإسلام في بعض البلاد لا يدرون حتى الشق الثاني من الشهادة. خبرني بعض الإخوة أنه سأل أولاد المسلمين في بلاد محتلة من روسيا فقال لهم من النبي؟ من نبينا؟ فقالوا المسيح، يعني لا يعرفون شيئا على الإطلاق، إنما هم يسمعون ما يقولون الناس لكن ما يعرفوش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفوا لا إله بس يقولوا لا إله إلا الله ومعتقدين ذلك. نشأوا طبعا على الشيوعية، أبائهم وأجدادهم على الشيوعية، وهم نشأوا ولدوا تقريبا أثناء الحكم الشيوعي، فصاروا لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، فلا يعرفون صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا شيء على الإطلاق، لكنهم يقولون لا إله إلا الله. يقولوا لهم آخر أخبرني أن في بعض بلاد الصين لما ولد اسمه محمد فقلت له محمد محمديا، يعني أنت محمد محمدان يعني؟ قال لها نعم. فقال لها أنت قلت له أنا مسلمة. قالت له قال لها يعني إيه مسلمة؟ فقلت له أنا أقول لا إله إلا الله. أبويا قال لقيته بيقول الكلمة دي عن جده، برضو ما تعرفش حاجة تانية غير ذلك. فسبحان الله هذا الأمر. ها منهم قد يكونوا معذورا، دول شباب مثلا صغيرين لسه بالغين دلوقتي، يروحوا فين ولا يعرفوا منين ولا يعرفوا حاجه خالص، ولا يعرفوا حاجه عن الاسلام نهائي، والقران بالنسبه لهم عباره عن الفاظ اعجميه بمن ذاتها، والكبار بتوعهم ممكن مولودين في الشيوعيه اصلا. والامر بقى لله سبحانه وتعالى، يعني هل يعني يكونوا معذورين ام لا. لكن حديث حذيفه ده الناس فيه معذورين، لان هو قال تنجيهم ايه من النار، تنجيهم بنجوا، وبعدين لا يدرى فيه مصاب. مثلا ممكن بما يكون الامر في زمن حذيفه، في حديث حذيفه ده في زمن اشد من ذلك، انه لا يدرى في الارض كلها، ومحتمل يكون لا يدرى في ايه، في بلد ما واهله غافلون عن البحث، لا يدرون من الاسلام الا ذلك، وليس عندهم وسائل توصلهم الى ذلك. فلو هو فعلا غير مقصر في طلب العلم فهو معذور، ما يعني ما عندوش وسائل للسفر ولا الانتقال، ويعني الحال شديد جدا في قرى معزولة، وهذا أمر وارد أن يكون معذور، وارد أن يكون مقصر. ها؟ لا ما تحسن. محمد رسول الله أصلا متضمنا لا إله إلا الله، إن محمد رسول الله، من هو الله، فهي متضمنة لذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. حديث ده هم كانوا مستكثرين الإيه 600 و700، يعني حاجة نسأل الله عنها. أحصوا معناه عدوا، وفي رواية البخاري اكتبوا، بدليل على مشروعية الإحصاء، عمل الإحصاء والتعداد السكاني، أن ذلك أمر إيه؟ مشروع، وأن المفروض أن المسلمين يكونوا عارفين عددهم، أو ليس المفروض يعني مشروع أن يعرفوا إيه؟ عدد من يتكلم بالإسلام، وعدد من يعمل به، وعدد يعني لكي يبنوا على ذلك إيه؟ أعمالا، يعني إذا علموا عددهم علموا كم يعني يقفون في وجه عدوهم مثلا، لأن الشرع حدد مثلا نسبة معينة بين المسلمين بين إيه؟ عدوهم. هناك مصالح عديدة من معرفة عدد الملتزمين، يعني عدد المنتسبين الإسلام كم يلفظ. كم يلفظ الإسلام أي بالإسلام، ومعناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام. وكم هنا استفهامية، ومفسرها محذوف، تقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام. وفي بعض الأصول تلفظ، وفي رواية البخاري اكتبوا من يلفظ بالإسلام فكتبنا، في رواية النسائي وغيره أحصوا لي من كان يلفظ بالإسلام، وفي رواية أبي يعلى الموصلي أحصوا كل من تلفظ بالإسلام. وأما قوله ونحن ما بين 600 إلى 700 فهكذا وقع في مسلم، وهو مشكل من جهة العربية، وله وجه وهو أن يكون 100 في الموضعين منصوبا على التمييز.
على قول بعض أهل العربية، وقيل إن مئة في الموضعين مجرورة، ما بين ستمائة يعني. وقيل إنما على أن تكون ألف واللام زائدتين فلا اعتداد بدخولها. وقع في رواية غير مسلم 600 إلى 700، وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جهة العربية. وقع في رواية البخاري فكتبنا له 1500، فقلنا أتخاف علي؟ فقلنا تخاف علي، أتخاف ونحن 1500. وفي رواية البخاري أيضا فوردناهم 500. وقد يقال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم 1500 المراد به النساء والصبيان والرجال، ويكون قولهم 600 إلى 700 الرجال خاصة، ويكون 500 المراد به المقاتلون. لكن هذا الجواب باطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام الناس، قال فيها فكتبنا له 1500 رجل. والجواب الصحيح إن شاء الله أن يقال لعلهم أرادوا بقولهم بين 600 إلى 700 رجال المدينة خاصة، وبقولهم فكتبنا له 1500 هم مع المسلمين حولهم، فكان هذا عدد أهل الإسلام في الأرض. وأما قوله ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا، فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب. نسأل الله العافية. قال حدثنا ابن أبي عمر، والإمام النووي يبوب عليه باب جواز الاستسرار، الحديث الماضي باب جواز الاستسرار بالإيمان للخوف، وهنا ببعض أعمال الإيمان، يعني إذا خاف على نفسه أن يقع في فتنة أو يؤذى وغلب على ظنه ذلك جاز له أن يستسر بعمله، حتى لو ترك الجماعة لهذا العذر، فإن ترك صلاة الجماعة لخوف أو مرض نص على جوازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. في الرواية الأخرى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمة؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمة؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمة؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. في الرواية الأخرى عن سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، زاد فيه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان. وفي الرواية الأخرى عن محمد قال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد؟ إني لأعطي الرجل. قال النووي رحمه الله باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قطع. قال يكبه أو يكبه، أكب الرجل وكبه الله، نقول هذا بناء غريب، فإن العادة أن يكون الفعل لازم بغير همزة،
فيعد بالهمزة هنا عكسه، يعني كبه ده المتعدي، وأكب هو الذي إيه فعل بنفسه، يعني على وجهه، يعني يلقى على وجهه. قال والضمير في يكبه يعود على المعطى، أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعطى. يبقى إن لأوعت الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب في النار. الضمير بتاع يكب مين؟ أقرب مذكور ولا أبعد مذكور؟ هنا أبعد مذكور لوجود القرينة الدالة. يعني هو دلوقتي إن هو إني لأوعت الرجل وغيره أحب إلي منه، منه دي من مين؟ من اللي هو الأفضل الغير معطى، مش كده؟ مخافة أن يكب الله المعطى إذا لم يعطى في النار. قال أعطى رهطا أي جماعة، أصله الجماعة دون العشر. قوله وهو أعجبهم إلي أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. قولوا إني لأراه مؤمنا، يقول بفتح الهمزة لا أراه أي لا أعلمه، ولا يجوز ضمها اللي هي لا أراه، أراه يعني. فإنه قال غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. يعني لما يكون شاكك يقول إيه أراه كذا، لما يكون جازم يقول إيه أراه كذا، فهو هنا جازم فعشان كده قال لا يجوز ضمه. قال وأما فقه ومعني ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل، قد تقدم بيان هذه المسألة وإيضاح شرحها في أول كتاب الإيمان. هذا الحديث ده من أوضح الأدلة على التفريق بين الإسلام والإيمان، وخصوصا عند اقترانهما كما في هذا الموضع. قال وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، يعني لا ينفع عند الله عز وجل، وإلا فنحن نتعامل بالظاهر ولا دخلنا باعتقاد القلب، وإنما لا ينفع عند الله عز وجل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نهاه أن يشهد له بالإيمان لأنه لا يدري ما في القلب، ولكن يشهد له بالإسلام لأن هذا هو الظاهر الذي يتعامل الناس به. قال خلافا للكرامية وغلاة المرجعة في قولهم يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين وهذه صفتهم، لو أن ينطقون باللسان مع أن القلب خال من الإيمان. حقيقة الكرامية يقولون هم مؤمنون يدخلون النار، المنافقون عند الكرامية مؤمنون كامل الإيمان مخلدون في النار والعياذ بالله، وهذا من أبطل التناقض، بس أهون من قولهم أن من كان كافرا في الباطن ينجو عند الله ويدخل الجنة بنطق اللسان، فهذا لا يقوله مسلم أصلا. يعني لو واحد قال أنه هو اعتقاد القلب مش لازم أصلا وينفع صاحبه، والإمام النووي يعني حصل إيه يعني اختلاط في نقل المذهب الكرامية، هم بيقولوا ان بيسموهم مؤمنين بس هم بيقولوش ان الايمان ينفعهم، يعني عندهم ايمان يخلدوا معه في النار، اما ان يكونوا بيقولوا ان هو مؤمن بدون اعتقاد ويدخل الجنة وما يدخلش النار فهم لا يقولون بذلك. يقول وفيه الشفاعة الى ولاة الامور فيما ليس بمحرم، يعني من المحرمات عدم إقامة الحدود، فلو شفع فيه ليمنع إقامة الحد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، فأما أن يشفع في عطاء أو في ولاية أو في غير ذلك مما ليس بمحرم فأمر مشروع. يقول وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد، مراجعة المسؤول في الأمر الواحد يعني ممكن يراجعه عدة مرات في أمر واحد. وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة، ده بالنصيحة مش الواجب السكوت مثلا، طالما ولاة الأمور شافوا حاجة بحدش يتكلم كما يقول بعض الجهلة، لا الواجب أن يبين ما يعني يراه مصلحة ولو سرا، أما أن يقال أن الواجب السكوت في أوقات الفتن فليس كذلك،
ليس الأمر على إطلاقه أن الواجب السكوت، بل أحيانا يجب أن يقال يعني الحق علنا حسب حاجة الناس. لو أن إنسانا يعني أن الناس تعرضوا لفتنة ووقوع في المعصية والناس يتركون بلا بيان أو يوشكوا أن يقعوا في الكفر ولا يبين لهم أحد، فلا يجوز أن يسكت عن ذلك، بل يجب أن يبين مهما كان الأمر، وكل يبين على قدر يعني طاقته. فتنبيه المفضول الفاضل ليس معنى أنه نبه أنه أفضل، ربما كان مفضولا ولكن ينبهه لعله أن يراجع الأمر. وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا، بل يتأمله، فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أمر العطاء على ما يرى سعد، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعلم مصلحة الراجحة في إعطاء هؤلاء، وكان نبه سعد أولا تنبيها على أن الحكم بالإيمان لا ينبغي، لأننا لا نعرف ما في الإيه في القلب، فينبغي أن يترك الكلام في مسألة التفضيل، لأنه لا يظهر منه إلا الأمر الظاهر وهو حاصل لكل المسلمين، فأنت لا تدري أهو أفضل فعلا يعني أكمل إيمانا أم لا، ولذلك نبهه. ولما لم ينتبه لهذه العلة المانعة من العطاء يعني لمن يظنه أفضل، نبهه على أمر آخر، وهو أنه ربما كان يشاركه في النظر في أن هذا أفضل فعلا، لكن العطاء له مصالح أخرى، وهي ليس فقط التفضيل الإيماني، ليس الفضل الإيماني هو مقياس العطاء، بل هذا الوجه هناك ما هو أولى منه، وهو مخافة أن يكب الله المفضول الأقل إيمانا في النار إذا لم يعطى. عمر رضي الله عنه كان يرى تقديم أهل الفضل في العطاء، وأبو بكر كان لا يرى ذلك، ذاك أبو بكر رضي الله عنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطي أهل الفضل زيادة على غيرهم ممن شهد لهم بالفضل كأهل بدر وبيعة الرضوان ونحو ذلك، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعمر رضي عنه في خلافته أعطاهم زيادة على غيرهم، فكان يفاضل بين المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان وبين من بعدهم، فكان يعطي من بعدهم أقل ويفاضل بين الصحابة والتابعين. فهذا أمر اجتهاد، وهناك مصالح متعددة في أمر تفضيل العطاء. قال: وفيه أن الإمام، وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه، لأن الإيمان أمر باطن كما ذكرنا، أو فيه جزء باطن، فلا يجوز أن يجزم ويقطع به من غيره. وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم، وفيه أنه لا يقطع لأحد من الجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشبههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، يعني شخص فلان بعينه لا يقطع له بالجنة إلا من ثبت فيه الدليل بعينه، وأما ما سوى ذلك فنقول كل مؤمن في الجنة، أما أن يكون فلان فلان مؤمنا أم لا فهذا مما لا يعلم على وجه القطع واليقين. ومن هذا الكلام الكلام على الشهيد، فإن كان على سبيل الأحكام الدنيوية أن هذا قتل في حرب الكفار ورجاء أن يكون شهيدا عند الله، فهذا نعم يمكن أن يقال استشهد فلان في الواقعة الفلانية، أما يقولوا قتل فلان شهيدا في الواقعة، استشهد يوم اليمامة، استشهد في واقعة كذا، المسلمون لم يزالوا يستعملون ذلك. وأما إذا كان على وجه الخبر عن الآخرة فلا يجوز، لأننا لا ندري أذلك مما يعني ممن يكون شهيدا أم يمنع منه لمانع، والله أعلم. احنا بنقول له حسب نية القائل واستعماله، وانه يكون منطبق عليه الكلام ولا لا، ها ما احنا بنقول هذا الامر يذكر على حسب نية القائل، واذا كان على سبيل التزكية فلا، لاننا لا ندري. والانكار اصلا بيتم من انها صارت شعارا مما يعنى به التزكية. الصحيح أن يدعى له بالرحمة فيقال فلان رحمه الله، أما الجزم بالمرحوم فلا ندري. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، ف
فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظها الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه. ده الصحيح، أنه فعلا في إشارة إلى إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد: إني لأعطي رجل وغيره أحب إلي منه. يعني إذن ويوافق سعد في الجملة على أن هذا الرجل أفضل، معناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيماني أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلم من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. قال مسلم: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. حدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد. ده موضع نادر جدا في صحيح مسلم نقول حدثني به إن شاء الله، إنه عنده تردد في الجزم به، وده موضع نادر كمان. عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن زري أن سعيد بن سيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث موسى. وفي حديث مالك: ولكن ليطمئن قلبي، قال: ثم قرأ هذه الآية حتى جازها، في رواية حتى أنجزها. قال: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. قال: اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال، أحسنها وأصحها ما قال الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعة من العلماء، معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وإنما خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك، وإنما رجح إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا، أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم. قال صاحب التحرير: قال جماعة العلماء لما نزل قول الله تعالى: أولم تؤمن؟ قال الطائفة: شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك منه، فذكر نحو ما قدمته. طبعا هو الآية نص واضح في عدم الشك، لأنه قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب. إذن هو أراد ليس زوال الشك، ولكن حصول الطمأنينة، فهو ليس عنده شك أصلا، وإلا في الشك ينافي الإيمان، وهو قد أثبت الإيمان. فهذا القول لم يرد، قول صاحب التحرير ده قال الطائفة شك إبراهيم، كان ده كأن الصحابة قالوه، وهذا لم يرد في الحقيقة في إسناد صحيح، ولو ثبت لكان دليلا على عذر بالجهل، لأن الشك في إيمان نبي هو إيه؟ كفر. و يعني على الأقل إن العلماء اللي قالوا كده مذهبهم العذر بالإيه؟ بالجهل. قال صاحب التحرير: ويقع لي فيه معنيان، أحدهما أنه خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معهم مكروه فقله لي وفعله معي، لأن هو واحد ومقصوده لا تقل ذلك فيه. والثاني أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكا أنا أولى به، فإنه ليس بشك، وإنما هو طلب لمزيد اليقين.
وقيل غير هذا من الأقوال، نقتصر على هذه لكونها أصحها وأوضحها. وأما سؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم فذكر العلماء في سببه أوجها، أظهرها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالا، فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة بخلاف علم المعاينة فإنه ضروري. يعني اللي هو التفرقة بين علم اليقين وبين عين اليقين، ودي فطرة في الإنسان أن ما رآه غير ما سمعه، وليس المخبر كالمعين. فأراد إبراهيم أن يترقى في هذه المسألة إلى عين اليقين، أن يرى بعينه. قال هذا مذهب الإمام أبي منصور الأزهري وغيره. والثاني أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة دعائه، وعلى هذا قالوا معنى قوله تعالى أولم تؤمن أي تصدق بعظيم منزلتك عندي واصطفائك وخلتك، طبعا ضعيف الأول أظهر. والثالث سأل زيادة يقين، وإن لم يكن الأول شك فسأل الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فإن بين العلمين تفاوتا. وهو في الحقيقة إيه؟ هو القول الأول. عند التأمل نجد إنها اختلاف عبارة فقط، وكلمة قد تتطرق إليه الشكوك مش إن هو شك دلوقتي، هو ليس بشك، ولكن قد تتطرق، وهو لا يريد ذلك، علم الضروري لا تتطرق. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا. الرابع أنه لما احتج على المشركين بأن ربه سبحانه وتعالى يحيي ويميت طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عيانا. وقيل أقوال أخر كثيرة ليست بظاهرة، أحسنها الأول الذي هو الثالث. نعم، الظاهر أنه كان نفسه، ووردش أنه كان في مناظرة، وبعدين هو في مقام الاحتجاج مع المشركين قال إن الله يأتي بالشمس لمشرق، وأعرض عن الخوض في التفاصيل لأن الرجل مبطل والمخالف مبطل ومخادع، فإنه لا يزعم أن الإحياء والإماتة في الأرض لنفسه. ثم إن إحياءه للحي في الحقيقة تحصيل حاصل، تركوه يحيى، وربنا عز وجل يحيي الميت، الأرض الميتة والأجسام، وكل إنسان كان ميتا فأحياه الله. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله اختلفوا في سبب سؤاله، فالأكثرون على أنه رأى جيفة بساحل البحر يتناولها السباع والطير والدواب ودواب البحر، فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة. يعني في بعضها تأكلها الدواب في الأرض وتمشي، دواب البحر وتمشي، وتتخطفها الطير وتطير، وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه، ولم يكن شكا في إحياء الموتى، ولكن أحب رؤية ذلك. كما أن المؤمنين يحبون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والجنة، ويحبون رؤية الله تعالى مع الإيمان بكل ذلك وزوال الشكوك عنه. قال العلماء والهمزة في قوله تعالى أولم تؤمن همزة إثبات، كقول جرير ألست خير من ركب المطايا، ألستم خير من ركب المطايا، يعني يقولوا استفهام غرضه التقرير أو الإثبات، وليس غرضه إيه؟ الاستفهام. طبعا هو السؤال من الله عز وجل وهو أعلم بخلقه ليس استفهاما، لكن غرضه التقرير، أو أحيانا يكون غرضه الإنكار حسب السياق. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها. الركن هو ما يعتمد عليه، فأعظم من يتوكل عليه الله عز وجل، أعظم من يحوط عبده ويحميه الله سبحانه وتعالى. ومعنى الحديث والله أعلم أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين ضاق ذرعه اشتد حزنه عليهم، فغلب ذلك عليه. بس يعني كان يفكر كل تفكيره في هذه اللحظة في من يعينه على دفع الظلم عن أضيافه، فقال في ذلك الحال لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنعني لمنعتكم. وقصد لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند أضيافه، أنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله، وأنه بذل ما في وسعه في إكرامهم
والمدافعة عنهما، ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنه كان إيه؟ قال لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إذن هو كان متوكلا. قال ولكن وإنما، قال وإنما كان لما ذكرناه من تطيب قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم، ويجوز أن يكون قد التجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر الأضياف التألم وضيق الصدر. والأظهر والله أعلى وأعلم أن كمال التوكل المستحب في هذا الموقف لم يستحضره لوط عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان يأوي إلى ركن شديد، ولكنه استحضر في هذه اللحظة ضعفه هو وعدم العشيرة، ولو استحضر معية الله عز وجل لكان ذلك هو الأولى والأفضل. وأما القدر الواجب فقد حققه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولكن كما ذكرنا، فما يطلب من الأنبياء يعني يكون أعلى من غيرهم، كما أن أبا بكر رضي الله عنه عندما كان في الغار كان مستحضرا القلق على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. هو مستحضر الأسباب الموجودة، مستحضر أن مجرد نظرة، مع أنه علقها على لو، يعني محتمل ومحتمل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعبأ بكل ما حوله من هذا، وإنما استحضر معية الله في هذه اللحظة. ولذا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فكانت الطمأنينة كاملة بكمال التوكل المستحب على الله عز وجل. ولو أن إنسانا في مثل هذا الموقف يعني اضطرب أمره مع تحقيق التوكل على الله لكان حقق الواجب، كحال أبي بكر بل دون أبي بكر بكثير لكان قد حقق الواجب. ولكن الكمال المستحب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم في كمال الطمأنينة، كما كان ليلة الأحزاب الصحابة رضي الله عنهم كانوا في خوف شديد مع التزامهم بالواجب، الواجب أنهم لما أمروا التزموا بالأمر، ولكن لما طلبوا على منهم على وجه التخير من يأتيني بخبر القوم لم يتحرك، ولكن إنما تحركوا لما أمر حذيفة قم يا حذيفة فقط. فسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم استحضر هذا المعنى كمال التوكل عندما قيل له إنا لمدركون، قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الإنسان بيبقى مستحضر ضعف وعجزه، الدنيا مقفلة والمعنى موجود في قلبي، لو ذكر لتذكر، لو ذكر أن الله معه لتذكر، لكن الدرجات دي تفوت في حضور القلب. فسيدنا موسى كان حاضرا في يعني تلك اللحظة أن معه ربه، قال كلا إنما يا ربي سيحفظني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني دل عليه هذا الحديث بين أن لوط عليه الصلاة والسلام عوتب في هذه الكلمة، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية كثير جدا، قالوا أن الملائكة يعني لما قال لوط هذه الكلمة عتبوا عليه في ذلك، وقالوا يا لوط إن رسول ربك، قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد، كان ذلك ابتلاء من الله عز وجل ليصل التوكل إلى مداه. عندما يعجز الإنسان عن الأسباب ليمتحن الله عز وجل توكل عبده، وتوكل موسى، توكل موسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل من توكل لوط عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا نقص في لوط. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرحم الله لوطا، وذلك لبيان منزلته وفضله، وقال وقوله لقد كان وإذا ركن شديد، هذا أحسن ما يقال في هذا الباب. وكلمة نسي الالتجاء يعني ليس الالتجاء الواجب، فإنه كان يلتجئ ولكن نسي أو لم يستحضر كما ذكرنا الالتجاء الأعلى قدرا، وهو كمال الطمأنينة باللجوء إلى الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي، فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصبره وتأنيه، والمراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال أتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلم يخرج يوسف صلى الله عليه وسلم مبادرة إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل، بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه، ولتظهر براءته عند الملك وغيره، ويلقاه مع اعتقاد براءته مما نسب إليه، ولا خجل من يوسف ولا غيره.
فعلا والله هذا الذي قدره الله ليوسف كان أكمل، ولذلك يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتواضع ويقول أن صبره كان ربما يكون أقل من إيه؟ من صبر يوسف في هذا الموطن، أو اجتهاده في الخروج مقدم على اجتهاده في إثبات الإيه؟ البراءة. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة يوسف في هذا وقوة نفسه في الخير وكمال صبره وحسن نظره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قاله تواضعا وإيثارا للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف صلى الله عليه وسلم، يبلغ الناس فضيلة كمال يوسف ويدفعهم إلى التأمل في عظيم صبره صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على مع الآية دليل على أن ليس كل نقص في التصديق يكون شكا، بل هناك من التصديق ما هو واجب، هناك ما هو مستحب، وهناك ما هو أعلى من ذلك. فلو قلنا زوال الشك هو الواجب، فزوال الوساوس مستحب، فقد يوجد مع اليقين الجازم وسوسة، وهذا اليقين صريح الإيمان، فدل ذلك على أن اليقين الجازم لا اللي هو القدر الواجب من اليقين والتصديق لا ينافي وجود الوساوس. وأما زوال الوسوسة فهو درجة أعلى من الصدق، صديق لا يتلعثم ولا يتردد، وأعلى من ذلك المعاينة التي طلبها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا في مسألة واحدة وهي مسألة إحياء الموتى، وكل مسألة مسائل الغيب، وكل مسألة مسائل اعتقاد تدخلها هذه الدرجة اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ لا، آيات سورة الأنعام الراجح فيها أنها مناظرة بين إبراهيم وبين قومه في إبطال ربوبية هذه الأشياء، وهذا الدليل عليها حديث صحيح مسلم أنه قال في الكذبات الثلاث ثنتان منهما في ذات الله قوله عن الكوكب هذا ربي، فهي كذبة في ذات الله. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، أيضا دليل أنها كانت حجة مناظرة، والصحيح أنه كان مناظرا لا ناظر. والحديث يدل على فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الآية، وذلك أن إبراهيم سأل المعاينة في مسألة إحياء الموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله فوق ذلك من غير سؤال، فإنه في المعراج قال الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى سدرة المنتهى ورأى جبريل ورأى الجنة والنار ورأى كثيرا جدا من أمور الغيب من غير سؤال منه صلى الله عليه وسلم، مع مدح ما زاغ البصر وما طغى، فهو لم يزغ ولم يتعدى ولم يتطلع إلى غير ما أعطيه صلى الله عليه وسلم، بل رضي بما أعطاه الله عز وجل إياه، وأعلى الله عز وجل قدره أعلى من كل أحد جاء قبله أو بعده صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. لو خاف على نفسه، لو هو هيتقتل، نعم، يقول دخول القوات الكافرة في أحداث الحرم على يعد تسلط الكافرين على بيت الحرم، وفين الحرم؟ فين القوات الكافرة من الحرم؟ ده بينهما أكثر من 1000 كيلو، الحمد لله، ده كلام غير صحيح طبعا. لا يوجد بحمد الله تعالى قوات كافرة أصلا في الإيه؟ في الأرض الحرام ولا في مدينة، والحمد لله ما حصلش ولا قوات كافرة، لا ما حصلش، غير صحيح كلامه. هل يجوز أن يعطي دروس خصوصية لبنات في الإعدادي والثانوي واشترط عليهن لبس الحجاب؟ طبعا تشترط عليهن لبس الحجاب، نعم، مسألة بقى الدروس الخصوصية حسب الفتنة، والنصيحة يعني أنه لو في واحدة تبقى هي الأصل، يعلم خطيبته العلم الشرعي مع ورود محرم من وراء ستارة مش أو من وراء الثياب على الأقل كاملة، يعني ها يعني يكون لبسها الكامل، يعني يجوز ان واحد يعلم واحدة بس مجموعة
الأول تكون مجموعة رجل قال لزوجتي أنت طالق، ثم قال في نفس المجلس لأم زوجتي بنتك طالق، قال لوالد زوجتي بنتك طالق، كم طلقة تحسب؟ عندما سئل عن الناس يقول لا أدري، مرة يقول كنت أريد الخاص منها نهائيا، مرة يقول كنت أريد التأكيد. والله هو لا هيحدد، بيخبر هو عن اللي حصل ولا بيجدد؟ هو اللي هيقول، ما فيش حل تاني، هو ما يعرفش يبقى احنا ما نعرفش. هو لازم يقول ان هو بيأسس ولا بيأكد. لو هو نويها ثلاثة يبقى ثلاثة. شاب ملتزم والده يعمل عملا محرما شرعا، هذا الشاب له دخل خاص به، يعمل بائع للعطور، والده يعيشان في بيت واحد، دخلهما الحلال والحرام مختلط، هل يجوز له الاكل من هذا البيت؟ بعض الاوقات يشتري والده طعاما من ماله الحرام دون ان يشترك لابنه بشيء من هذا الطعام. اللي اشترى بعين الحرام ما ياكلوش، وينبغي ان هو يفارقه ان استطاع الى ذلك سبيلا ليتخلص من اكل الحرام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.